أقامت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين ملتقى مفتوحا حول مسودة خطة عملها للعام 2022 و2023 وذلك لطرح أفكارهم وأرائهم بشأن المسودة حضر الملتقى ممثلون من قطاع الاتصالات وزارة المواصلات والاتصالات ومنظمات حماية حقوق المستهلك حيث تسعى الهيئة من خلال هذه الخطة إلى تطبيق سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات وضمان شبكة عمل عمل مرنة وآمنة لجميع المستخدمين وتوفير وتطوير خدمات النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة للجميع ومراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية وتمكين المستهلكين هذا وكد السيد فيليب مارنيك المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده أول ملتقى مفتوح تنظمه هيئة تنظيم الاتصالات والذي أتاح للأطراف المعنية خصوصا المستهلكين فرصة قيمة لطرح أفكارهم ورائهم والمساعدة على رسم خارطة العمل وتحقيق أفضل النتائج والمنجزات لصالح المستهلك في مملكة البحرين عرضنا اليوم على شركائنا في قطاع الاتصالات من وزارات وهيئات حكومية وشركات اتصالات عالمية ومزودي خدمات الاتصالات مسودة خطة عمل الهيئة للسنة القادمة ترتكز الخطة على أربع محاور مهمة المحور الأولي هو تنفيذ سياسة الحكومة الموقرة حسب الخطة الوطنية الخامسة للاتصالات والرؤية الاقتصادية 2030 المحور الثاني هو حماية وتمكين المستهلكين في قطاع الاتصالات المحور الثالث هو توفير شبكات اتصالات آمنة ومرنة في نفس الوقت المحور الرابع هو توفير خدمات انترنت أن النطاق العريض ذو جوده عاليه وفعاله